صباح الخير يا رند. صباح النور. صباح الخير. ايه الجمال ده كله. كل عام وانت بألف خير حبيبتي. عند عليكم بالصحه والعافيه حبيبتي رند. كل عام وانت بخير. انت صحه وسلامه. شو اخباركم؟ تمام الحمد لله. كيف العيد؟ بتحبي اضيفه رام؟ ذبحتي الخروف؟ لسه ولا لسه اليوم؟ ايش بتحبي اضيفه؟ ولا ايش انا اوكي انا باخذ ناخذ معموله صغيره. اوه يسلموا صحتين. كل عام وانتم بخير. كم سعره حراريه في هاي المعموله؟ ما في داعي اعرف اليوم. ما نفكر بالموضوع يوم عيد. يوم عيد. هذا ايش؟ هذا شكله بجوز اظن. مش عارفه نسال حلويات النجمه. لازم نسال عوامر. هلا كمان شوي انت لك احلى حبه. اهلا وسهلا رند. اهلا فيكي. طيب قولي لي. طيب بدنا ابصر معمول بزيت الزيتون. ممكن على فكره بتعرفي انه في عن جد معمول بيعملوه بزيت الزيتون وكثير زاكي وبطلع زاكي. زيت الزيتون زاكي. اصلا طعمه كمان زاكي. صح. بس بدخل باي اكل بكل الماكولات. مزبوط. كيف حالك؟ تمام وانت كيفكم؟ انا لا منيحه هيك وضعي. طيب. تفضلي. شو الاخبار؟ الحمد لله حلو. هلا احنا دائما بنعرف رند انه زيت الزيتون كثير صحي. زيت الزيتون صحي بس انه هل مرات ممكن الواحد ياخذ زياده زيت زيتون؟ صح مزبوط. هذا اليوم رح نحكي عنه. واول شيء بحب احكي للجميع كل عام وهم بالف خير وربنا يتقبل جميع طاعاتكم وحجا مبرورا لكل الحجاج بيت الله الحرام. اليوم رح نحكي مزبوط عن زيت الزيتون وعن فوائده الغذائية. رح أحكي عن 7 فوائد غذائية نحن ما بنعرفها. بالإضافة لهذا الإشي اخترت هذا الموضوع اليوم لأنه نحن كتير هلأ عنا أضاحي ولما نعمل أضاحي بنشوف أنه كتير أشخاص بيقلوا الكبدة بزيت الزيتون أو بنصير نعمل صواني اللحمة بزيت الزيتون. فرح نحكي هل هو عن جد مفيد استخدامه بالطبخ أو ممكن يكون له أضرار غذائية أكثر من فوائد الصحية. أوكي. طيب خلينا نبدأ بزيت الزيتون ني اللي أوكي. هو إحنا بنحطه تمام. ولما فعلاً إحنا بنحطه على درجة حرارة معينة هل بفقد من قيمته الغذائية؟ أوكي. هلأ في عندي 7 فوائد غذائية مهمة لزيت الزيتون. من أهم هاي الفوائد الغذائية إنه هو مليء بالدهون الأحادية. هاي الدهون الأوليك أسيد بتساعد على تقليل نسب الكوليسترول بالجسم بشكل كتير كبير خاصة للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكوليسترول. بنلاحظ أنه 73% من زيت الزيتون هو دهون غير مشبعة أحادية مش متعددة. بالإضافة أنه باقي 100% من 73 بتكون أوميجا 3 أوميجا 6 ودهون مشبعة. فبنشوف هو أحد الزيوت القليلة اللي بيحتوي على زيت الأوميجا 3 فهو جدا مفيد كفائدة غذائية وخاصة لمشاكل القلب. وكمان بنشوف أنه الدهون الغير متعددة الموجودة فيه بتساعد بشكل أكبر على الحماية من أمراض القلب. ثاني فائدة غذائية كمان مش كتير الأشخاص بتعرفها أنه هو مليء بالفيتامين E والفيتامين K. هدول الفيتامينات مضادة للالتهاب فكل الأمراض المزمنة اللي بتتعلق بالالتهاب مثل السكري، الزهايمرز، مشاكل القلب، مشاكل الكوليسترول هي كلها أمراض مزمنة التهابية. فبنشوف أنه ممكن الحل أنه يكون عبر استخدامنا اليومي لزيت الزيتون. وهلأ رح نحكي قديش الكمية اللي نحن بنحتاجها لحتى نحد من هاي المشاكل والأمراض. بس كمان الأشخاص اللي ما بتعرفوا أنه حتى ممكن أنا أستخدمه على البشرة والفيتامين إي الموجود فيه مركز أكثر من أي كريم نحن ممكن نشتريه بسعر كثير غالي. مزبوط. ما بحرق البشرة؟ بالعكس مضاد للالتهاب بشكل كتير كبير وبنفس الوقت بيعطي نظارة للبشرة كتير حلوة مليء بالفيتامين إي. بس نحن عم نحكي عن زيت الزيتون الطبيعي طبعا مش اللي بيكون مخلوط مع زيوت تانية. لا احنا اللي هو البلدي مثلا احنا بالأردن دائما هو زيت زيتون بلدي صافي. مزبوط. مزبوط صح. لأنه هلا في إشي كمان رند احنا ذكرنا أول فائدتين عم نستنى كمان 5 صح. بس مرات مثلا برا أنه اكسترا فيرجن أوليف أويل كذا احنا كل زيت الزيتون تبعنا هو من أفضل نوعية. مزبوط مزبوط. هلأ حسب طبعاً المصدر اللي إحنا عم نشتري منه خلينا نتأكد إنه المعصرة اللي إحنا عم نشتري منها تكون موثوق فيها إنه كل الزيت عم بيكون طبيعي زيت زيتون. والأشخاص اللي هم محظوظين إنه عندهم شجر زيت الزيتون وبيعملوا منه الزيت هدول أكيد عم ياخذوا إشي طبيعي 100%. أنا محظوظ. أوكي أنت محظوظة. أنا 2000 شجرة زيتون. ما شاء الله. تأخذوا منه بالمزرعة. تأكلوا منه. ناكل منه والزيت منه وكل إشي. طبعاً أحلى شيء. والزيت مضمون أكيد بيكون. أكيد. بس كنت بدي أسألك رند على العصر على البارد وعلى الحامي بفرق. هلأ رح نحكي عنهم كمان إذا تحبي. هلأ ثالث فائدة غذائية نحن بنلجأ إلها إنه هو مليء بالأوليوكانثال نوع من أنواع مضادات الأكسدة اللي بتحمي من العديد من الأمراض الالتهابية مثل الروماتايد
والأرثرايتس أو اللي هي أمراض المفاصل الالتهابية. الأشخاص اللي عندهم مشاكل التهابات بالمفاصل ممكن إنه نحن نحط زيت الزيتون على الجلد نفسه، رح يقوم بامتصاصه ورح يقلل من الالتهابات الموجودة بالمفاصل. هو مليء بمضادات الأكسدة الأوليوكانثلز، هدول الأوليوكانثلز بيساعدوا على تقليل الأمراض الالتهابية وبنفس الوقت بقللوا من وجود الأمراض المزمنة اللي ممكن يكون سببها الالتهاب بالجسم. رابع فائدة غذائية كمان إنه هو بيحمي من تجلطات الدم، فالأشخاص اللي عندها ارتفاع بنسب الكوليسترول السيء، زيت الزيتون هو ما بيخفض نسب الكوليسترول السيء، ولكن اللي بيعمله إنه هو بيمنع تأكسد الكوليسترول السيء، فما بيؤدي إلى تجلطات بالدم اللي ممكن تؤدي إلى مشاكل بالقلب. فهاي فائدة غذائية كتير مهمة خلينا نركز عليها للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب، بس ما نزيد عن استهلاكنا الطبيعي لزيت الزيتون. أما كمان الأشخاص اللي عندهم زيادة بالوزن، نحن دائما بنخاف من زيت الزيتون أو أي نوع زيت لأنه هو عالي بالسعرات الحرارية، وهذا الإشي صحيح. معلقة طعام واحدة من زيت الزيتون تحتوي على نفس السعرات الحرارية الموجودة برغيف خبز. معلقة طعام رغيف خبز. وهو فيه سعرات حرارية عالية. فالأشخاص اللي بتمسك زيت الزيتون ونحن بنحطه كتير على الأكل، ممكن هذا يكون عالي بالسعرات الحرارية ويقلب الفوائد الغذائية إلى أضرار غذائية. الحد الاستهلاك اليومي من زيت الزيتون ممكن يكون لحد 3 معالق طعام فقط لا غير كحد أقصى، حتى ناخذ نحن الفائدة الغذائية ونبتعد عن زيادة الوزن ومشاكل السمنة. أما بالنسبة لزيادة الوزن، في دراسة بتحكي إنه استهلاكنا لزيت الزيتون بحفز الجسم على حرق الدهون الداخلية. فأنا كل ما أكلت زيوت صحية أكتر، كل ما جسمي كان عنده قابلية إنه يحرق الدهن المخزن فيه. هذا الإشي مفيد للأشخاص اللي عندهم بدانة إذا نحن التزمنا بثلاث معالق طعام يومياً من زيت الزيتون وما نتعدى عن هاي الكمية. وآخر فائدة غذائية للأشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل بالبكتيريا الحلزونية، زيت الزيتون معروف إنه هو مضاد للبكتيريا ومضاد لانتشار ونمو البكتيريا وخاصة بالمعدة، فممكن يحمي من انتشار البكتيريا الحلزونية اللي الخطر تبعها بشكل خطر كتير كبير على المعدة، إنه الشخص ينصاب بالتقرحات وحتى سرطان المعدة سببه هاي البكتيريا الصغيرة. فبنشوف إنه زيت الزيتون بيحمي من نموها بنسبة 10-40% من الأشخاص اللي ما بيستهلكوه بغذائهم. طيب هلا بس سؤال نص دقيقة، ضل يعني لما إحنا بنستعمله بنسخنه للطبخ بضل نفس الفوائد؟ يعني شو الفوائد اللي بتروح؟ أوكي شوفي، هلا إحنا لما نستعمله للطبخ بنعتمد على درجة احتراق الزيت بالإضافة لدرجة تأكسد الزيت. كل ما كان الزيت نحن عم نشوفه عم ينحرق أكثر وعم بيطلع بخار أكثر، معناته الزيت ما بيتحمل درجات حرارة عالية. زيت الزيتون بيتحمل من 195 درجة مئوية إلى 215 درجة مئوية، يعني بقدر أستخدمه لنقل البيض، بقدر أستخدمه لنقل الكبدة على إشي سطحي، القلي السطحي مش القلي العميق. بس مش قلي مثلا نقلي بطاطا أو لا. نقلي إشي لا. بيحتاج إنه يغلي مثلا. صح هاي الزيوت نحن بنحتاج لزيوت نباتية أخرى غير عن زيت الزيتون، لأنه نحن بنحتاج درجة حرارة أعلى بالقلي العميق. بس بالقلي السطحي للكبدة للبيض لأي نوع من قلاية البندورة مثلا ممكن أنا أستخدم زيت الزيتون، بس للصواني اللي بتنحط بالفرن بتتغطى بالقصدير لفترة كتير طويلة هون أنا ما بقدر أستخدم زيت الزيتون. فصواني اللحم اللي بدنا نعملها هلأ بالعيد إذا كنا حابين نعمل هاي كاختيار غذائي، لا يفضل أنه نحن نستخدم الزيت النباتي العادي، ما نلجأ لزيت الزيتون لأنه درجة حرارة الفرن أكيد رح تكون أعلى من 195. فبدي أنتبه من هاي الشغلة وما نترك زيت الزيتون أكثر من نص ساعة بالطبخ. فإذا أنا معي نص ساعة ومعي لحديد درجة حرارة 215 اللي بتشمل الطبخ العادي يعني اليخنة ممكن أحط عليها زيت زيتون والقلي السطحي بالمقلة. مهمة. شكرا رند لوجودك معنا، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. بدك تروحي تذبحي هلا؟ أنا أكيد أنا رح أذبح خروف. خليكي أتصور معك، كثير حابة شكلك. شكرا عيونك.